التحكيم. تواصلت أخطاء التحكيم في مباريات امبارح، خصوصا مباراة الزمالك وفاركو. هدف غير صحيح تم احتسابه لفاركو، وهدف غير صحيح تم احتسابه للزمالك. وبرضه خد بال حضرتك، النادي الأهلي لما بيقول بيان أو بيطلع بيان، يا ريت تحطه لي لو سمحت، أو بيخاطب اتحاد كرة القدم على حاجة، أكيد في يعني أكيد هي حاجة غلط. هو الراجل يعني إحنا عندنا النادي مش طالعين مثلا يقولوا لا. امبارح بلاش طلع النادي الأهلي بره القصة، امبارح أخطاء ضد نادي الزمالك وأخطاء ضد نادي فاركو، هدف هنا وهدف هنا لا يمكن احتسابه، وأخطاء من غرفة حكام الفيديو في الأساس. عشان كده النادي الأهلي امبارح أصدر هذا البيان والأول امبارح. يا جماعة يجب أن يكون هناك تطوير للتحكيم في الموسم اللي جاي. حرام اللي بيحصل، حرام اللي بيحصل. كرة القدم المصرية كبيرة، محتاجين البيان أمام حضرتك أهو، محتاجين حكام على قدر المسؤولية، محتاجين رئيس لجنة الحكام. أنا هستنى وأشوف هيعمل إيه السنة الجاية، السنة دي خلصت بحلوها بمرها، كل سنة نقول هذا الكلام. وأقعد أقول إيه فينك يا كلاتنبرج بصراحة يعني. طب أقول لحضراتكم على سر، عرفت أخيرا عدم تركيز. هو ليه الخبير الأجنبي فيتور بيريرا مش مركز في لجنة الحكام؟ سألت، ما أنا بقالي فترة بسأل. هو الراجل ده يعني مفيش حاجة، مفيش أي كرامات، مفيش حاجة بتظهر على كرة القدم أو على التحكيم في كرة القدم في مصر. وليه المشاكل كتيرة بهذا الشكل؟ وليه كل المشاكل دي بتحيط بلجنة الحكام تحديدا وكل أقسامها حتى التحكيم النسائي؟ عرفت أنا سبب اللخبطة المستمرة. أقول لحضرتك معلومة بس من فضلك ما تضحكش. خلاص؟ طيب. بيريرا هذا الخبير الأجنبي من البرتغال اشتكى اتحاد كرة القدم، راح اتحاد كرة القدم واشتكى من يومين ثلاثة كده، وقال لهم أنا جيت أدخل أوضتي في فندق الإقامة لقيتهم بيقولوا لي الاتحاد مديون وهات الفلوس اللي عليكم. أنا ما بهزرش، أنا بقول لحضراتكم معلومة حقيقية. وبالمناسبة أنا زعلان جدا جدا وأنا بقول هذه المعلومة، لأنه هو ده ملخص اللي وصل ليه اتحاد كرة القدم. اتحاد كرة القدم المسؤول عن التحكيم، وبالمناسبة الحكام زعلانين جدا لأن هم تلقوا وعود كثيرة من كذا مرة الفترات اللي فاتت بصرف جزء من مستحقاتهم المتأخرة اللي وصلت ل 28 مليون جنيه، ولم يحدث أن يتم صرف هذه المستحقات. خليني أقول لكم آخر حاجة في الجديد. كان في اجتماع لعدد كبير من الحكام من جميع الأقسام من 3-4 أيام كده في الاتحاد، استقبلهم الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي، واختفى كل أعضاء المجلس، وقال لهم مستحقاتكم هتتصرف يوم الاثنين. هو النهاردة ايه؟ معيش ساعة النهاردة. النهاردة ايه؟ عدد الساعة 12 ولا لسه؟ الساعة 11 ونص يوم الاثنين، الساعة 11 ونص ولم يحدث اي شيء. النهاردة قالوا لهم بقى الاثنين اللي هو لا انا الاثنين الاسبوع اللي جاي. الفلوس ما هتخش لنا النهارده والاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنبقى ندي لكم بقيه الفلوس. ولم يتم صرف مستحقات الحكام، لانه خزينه الاتحاد خاويه لا يوجد فيها اي اموال. طيب يعني هل ده كلام يا جماعه؟ مع يعني اتحاد كره القدم يمشي يوم كويس ونطلع نتكلم ونبارك ونقول لهم، وكلهم اصدقائي واصحابي، استاذ جمال علام ده واحد من الناس المحترمه جدا بالمناسبه، الاستاذ خالد درندلي النائب الرئيس، الاستاذ محمد ابو الوفا، الحاج عامر حسين، اللواء حلمي مشهور، محمد بركات، كابتن محمد بركات، كابتن حازم امام، دكتور ايهاب الكومي، استاذه دينا الرفاعي، كلهم دكتوره دينا الرفاعي، كلهم اصدقائي واخواتي، ومنهم الاصغر والاكبر يعني، وكلهم تقريبا اتعاملت معاهم
لسنوات طويله من عمري، سواء حازم بركات، لواء مشهور، الحاج عامر حسين، كلهم من وانا صغير لغايه لما كبرنا مع بعض. انا متاكد ان الناس دي عندها حاجه تعملها، ولكن انا ما اعرفش هو ايه اللي بيحصل. امتى سيكون هناك نهايه لهذا الوضع الماساوي؟ امتى وازاي؟ حد بس من اتحاد الكره يطلع يرد عليه يقول لنا يا عم اسلام انت عمال تهري وتقول اي كلام وخلاص. والله العظيم ثلاثه كل الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده انا معايا الفواتير، يعني مش عايز اقول لحضراتكم حاجات يعني اتمنى ان حد يطلع بس يرد علينا يقول لنا يا جماعه اسلام او بلاش اسلام من فضلكم، لا حصل 1 2 3 والخطه بتاعتنا الفتره اللي جايه 1 2 3.